15 واحد و17 و18 و304 و309 و313 و384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 30 و40 ثالثة و45 واحد و46 و234 و235 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غيابي. أولا بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثانيا بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العدل بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.